فقرتنا الأخيرة لليوم وموضوع بهم كل الناس اللي عم يتابعونا ليا. طبعا نور، ورح نروح لموضوع التأمين يلي هي وسيلة يعتمد عليها معظم الناس ليخففوا من حدة المخاطرة الخارجة عن إرادتهم وليخففوا من آثارها يلي أحيانا بيتعرضوا للكثيرين من هاي المخاطر، ما قد يهدد حياتهم، ما قد يهدد ممتلكاتهم، تجارتهم وغيرها الكثير. خلينا نحكي أكثر عن التأمين وفاعليته أكثر، وخاصة التأمين الصحي، مع الدكتور رامي خوري. صباح الخير دكتور. صباح الخير. اهلا وسهلا سعيد صباحكم. صباح الخير دكتور. صباح البرد، صباح نسمات ايلول وبدايه الشتويه والخريف. بلشت. يسعد صباحك دكتور. بالبدايه كنت معنا بحلقات سابقه وحكينا عن تطبيق كثير مهم حول التامين. خلينا بالبدايه نفصل التامين اليوم، شو هو التامين الصحي وفعاليته على ارض الواقع، لانه اي حد عم يشوفنا في مشاكل كثير كبيرة حول التأمين وتغطية التأمين الصحي خاصة. تمام. اليوم التأمين الصحي هو قد ما انه حاجة، اليوم صار كثير حاجة. لأنه بهالظروف الاقتصادية ونتيجة ارتفاع أسعار العلاجات الطبية، فصار ضرورة أساسية لأي حدا أنه يكون عنده تأمين صحي. لسبب بسيط، اليوم بعض الامور ممكن نتجنبها، نحتط لها، نقول نحن ما بدنا نتكلف هلا على التامين تبعها، ما في داعي، عندنا مصاريف ثانيه. بس اليوم بالصحه ما حدا بيعرف شو ممكن يصير معه، فلازم يكون الواحد عنده هالتامين لحتى يحميه ويحمي الاخطار، مثل ما حضرتك حكيتي بالمقدمه، هالخطر اللي هو مبهم ممكن يتعرض له. وبهالظروف بظل هالستريس اللي كثير متعرضين عليه كلياتنا، وتيره الامراض ترتفع، تكاليف العلاج صارت مرتفعة، ما في حل غير التأمين. اليوم بجوز عم نقول في شوي مشاكل على التأمين. مشاكل هي بتتعلق على الجانب، نتيجة تغير الأسعار الخدمات الطبية عم بتأثر، ولكن نحن عم نجرب خوري الوساطة التأمينية عم نلاقي الحل بالتعاون مع بعض شركات إدارة الخدمات الطبية لحتى نريح المؤمن، يعني نخلي بالنسبة له التأمين راحة، ما نهم، ما نو شغلة مزعجة، بالعكس هي شغلة كتير مفيدة وبتحميه وبتوفر عليه التكاليف، بنفس الوقت تعطيه الأمان والثقة والاحترام بالعلاقة مع مقدم الخدمة. دكتور رامي، رح نحكي أكثر من كيف فينا نعمل أو كيف فينا يكون عنا أبليكيشن نشارك ببيتنا، ولكن خليني أطرح هي هيك ثغرة بتصير مع شركات التأمين، وهي يمكن يعني المشافي ما بتكون شاملتها كلها، صيدليات ما بتكون شاملة كلها. في شيء محدد بالتأمين الصحي فقط مختصر على هي المشافي وهي الصيدليات أو إلى ما ذلك بما يعنى بالشأن الصحي؟ هو موضوع الانتساب للشبكة الطبية أو تقديم الخدمات الطبية من قبل مقدم الخدمة اللي عم نسميهم، كان مشفى ولا صيدلي أو طبيب أو مختبر، هو شيء اختياري بالآخر، بده يقرر. ولكن بركي ما لاقم معي أنا هلا، ما هي نحن عم نخلق الخيارات كثير. مزبوط. اليوم انا بجوز بقول هذا الطبيب انا بحب روح لعند هذا الدكتور، بحب روح لعند هذا المختبر، هذا المشفى بآمن فيه، تمام. فهذا نحن لقينا حل لإله. اليوم عم نخلي المؤمن او المؤمن المحتمل هو يبني البلان تبعيته، يعني يقول انا بدي يكون عندي مقدم الخدمه فلان وفلان وفلان، مو بس هو يختار شو التغطيه. أوكي. يعني اليوم بده بيقدر يختار هو مين بده مقدمين خدمات يكونوا هن اللي الجهات اللي بيراجعون، وبنفس الوقت بيقدر ينقي التغطيات اللي هو بده اياها. فخلقنا له هالخيارين. هو عمليا الخيار المعتاد او التقليدي انه اليوم انا هاي التغطيات الموجودة، الشبكات الطبية، هاي الشبكة الطبية، من غير ما يكون له قرار فيها. اليوم نحن عم نخليه كمان ضمن الاختيارات له للمؤمن، مثل ما عم يختار تغطية عم يختار كمان مقدم خدمة. مقدم مدى الحياة ولا في طبعاً مدى الحياة خيارات تانية؟ لا، هي في تراجع، خيارات دائما تبديل خلال السنة التأمينية. لا، بده بالسنة الثانية مثلا بيقدر يغير، تجديد. بيقول بالتجديد. انا مثلا اوكي عند التجديد بيقول انا بدي غير، ما عاد بدي هذا، يعني بدي غير عن مقدم الخدمة. فاذا الخيار هو بايده اليوم، ان كان يختار التغطية او يختار مين مقدم الخدمة اللي هو بحب انه يكون يراجعه ويتوجه له. وبهالظروف اللي نحن فيها واللي مطلوب منا، صحيح نحن الى حد ما شوي الحياة رجعت تغيرت وصارت الناس تطلع وكل الامور طبيعية، بس بضل في عنا احتمال لا سمح الله تتكرر مشكلة الجائحة وترجع تنشط من جديد.
فبسبب هيك اليوم انا كثير بكون مرتاح كشخص عندي رغبه اني اعمل تامين، اني ادير العمليه انا وقاعد ببيتي، عم ديرها الساعه 6 الصبح، 5 الصبح، 12 بالليل، ماني عندي مشكل. شركه التامين اللي هي هالابلكيشن وساطه التامين هي فاتحه دائم، فهو بيقدر دائما عم يتواصل معنا على مدى الساعه خلال كل ايام الاسبوع لحتى ياخذ الجواب اللي هو على استفساره ويختار الخدمه اللي هو بده اياها. الجمله كثير مهمه، انتم كوسيط شو المشاكل اللي عم تتفادوها؟ يعني عم يكون في كثير من الناس يفوت على هي الصيدليه تشمل التامينات بيقول له لا ما عندي اياها، تتكرر كثير. المشفى ضمن التامين بس ما عم تغطي له مثلا العمليه او ما عم تغطي له البطاقه التامينيه، انتم كوساطه كيف عم تكون يعني هي المشاكل عم تقدروا تحلوها؟ عم نشوف مشاكل كثير كثير كبيره بالاونه الاخيره، وخصوصا نحن بنهايه عام، يعني مع بدايه عام رح يكون في تجديد للتامين، في بعض المشاكل او بعض الثغرات ممكن الواحد يتلافاها. اليوم المشكلة اللي بتواجه أي مؤمن وقت بده يروح ياخد دواء ولا بده يراجع مثل ما تفضلتي أي طبيب، نحن فكرنا فيها على أرض الواقع وبدنا نلاقي لها حل. فكان الحل أنه نحن اليوم نتعامل مع المؤمن مثل غير أنه نحن وسيط التأمين ومستشار التأمين تبعه، نحن السكرتير تبعه. تمام. فنحن اليوم هو بده موعد، بده يروح على دكتور من هالأبليكيشن، بيبعث لنا اسمه، رقمه التأميني، بيحط مين الدكتور اللي بده يراجعه، رح يجي في موعد، انه في موعد انت عند الدكتور اللي انت اخترته الساعة كذا. بالنسبة للأدوية وصعوبة توفرها بكفي يبعث لنا هو صورة الوصفة من هو ببيته، هو ببيته يبعثها على الابليكيشن. هي عم تكون سبب التغطية فارق الأسعار لهيك العالم ما عم تقدر تغطي؟ لا هلا اليوم عفوا ما فهمت، شركات التأمين ما عم تغطي مع انه في بطاقة تأمين بسبب فارق الأسعار من خلال انت كوسيط؟ لا شركات التأمين عم توفي بالتزاماتها. برجع بقول لك المشكلة بالجانب الخدمي. اليوم قد ايه في متابعة على الخدمة؟ اليوم شركة التأمين عم تقوم بواجبها، ما ولا شركة تأمين تهربت من التزاماتها اللي هي حاططها ضمن الوثيقة المتفق عليها مع المؤمن. اليوم الجانب الخدمي هو الفيصل، هو اللي بيشعر فيه المؤمن، فلهيك نحن رحنا عم نتابع بالأمور الخدمية، عم نرضي للمؤمن بجانب التغطية، بس موضوع الخدمة عم نتابع معه أكثر. لحظة بلحظة، مو نحن تصدرت الوثيقة وانتهى الموضوع. بده دواء بيبعث لنا صورة الوصفة بالأبليكيشن، بيعطينا عنوانه، بيوصل الدواء لعنده بدون مبالغة، عم نعملها بهالتفصيل والدقة وخلال مدة 24 ساعة على البيت. طبعا خلينا نشوف كيف دكتور. طيب هلا نحن صرنا على المفروض استاذ نحن متابعين. اوكي عم نشوف على الشاشة هلا هون رح يطلع عنا هاي القائمة الرئيسية، في عندي شراء تأمين، خدمات تأمين، طبعا الأخبار، التواصل وتعريف فينا. دقيقة دكتور، عم يخبروني بالكنترول ما في كونكشن، مش الحال؟ مش الحال. يلا اوكي فينا نبلش نشتغل على التطبيق. فاليوم بالخدمات التأمينية اخترناها، رح يطلع عنا هون كل الخدمات او انواع التأمين المتوفرة، مثلا تأمين صحي. تمام، اخترنا التأمين الصحي، رح يطلع عنا هون تأمين صحي لشركات التأمين اللي هي مشتركة معنا، في مثلا عنا إذا فينا نسمي ولا لا بس ما فينا نسمي. بس دقيقة دكتور، يمكن عم يصير في مشكلة. طب فينا نقلب الموبايل ببين على الكاميرا أستاذ؟ ما رح يمشي الحال لبين ما يرجع الكونكشن على رح نرجع نحاول. طيب يلا نرجع منحاول، ولكن خلينا نحكي نحن عم نحاول إذا أي شركة هي يعني ما زبطت بده بس يعمل بس لو سمحت. يلا ايه تفضلي معي. ايه دكتور رامي، بس لبين ما يوصل اللابتوب خلينا نحكي انه في شروط بينكم وبين الشركات بيتخالفوا عليها اذا خلوا بالامر. فيك تعطي اللابتوب. مش الحال؟ لا مش الحال. ايه تمام يلا. في شروط ضمن العقد مع ان كان مع الاطباء او مع المشافي او مع الصيدليات اذا خلوا باي شرط؟ طبعا في عقوبه بتكون؟ طبعا اكيد في عقود بينهم وبين شركه الاداره. نحن بهذا الجانب نحن علاقتنا بتكون مع شركه الاداره وشركه التامين. شركه الاداره
هي شوي عملية التأمين الصحي شوي كومبليكيتد، يعني التفاصيل أو أطرافها كتار. اليوم في شركة تأمين هي اللي بتصدر، هي اللي حاملة العقد، هي اللي حاملة الخطر، هي اللي بتتولى دفع كل المصاريف الطبية المرتبطة بالخدمة الطبية. في شركة إدارة هي اللي بتقوم على أرض الواقع لحتى تتواصل مع مقدمي الخدمات وتعمل عقود معهم وتتفق معهم على الأسعار. صار ما أوكي؟ إيه خلينا نبلش بالتطبيق. تمام. فنحن اليوم هيك بالتطبيق بنفتح بيطلع لنا مجموعة خيارات بيقدر يشوفها المؤمن، ينقي هو البلان اللي هو بده إياها. التأمين الصحي يمكن اللي بيشغل كتير من الناس فينا. تمام. بيقرأ التغطيات، اليوم ناسبته التغطيات عم يطلع كلها على أي تفصيلة بالكامل، يعني قرر يطلب عرض، بيعمل طلب عرض. تمام. طلع له الابليكيشن اللي خاص بهذا المنتج. يعني اليوم بده يطلع له معلومات اللي بيعبي فيها اسمه، نفس طلب التأمين، لأنه نحن أي وثيقة تأمين بده يكون في طلب، فهون بيعبي هو الطلب اللي بيتضمن المعلومات الخاصة فيه مع شوي استفسارات عن حالته الصحية. نتمنى تكون الإجابة دقيقة فيهم، لأنه هاي دائماً عم تواجهنا مشكلة. بعدين بيعمل سبميت، هون إجانا لقلنا العرض. هلأ في خيار تاني، إذا بنرجع على هون للقائمة الرئيسية، هون خيار اطلع على التغطيات اللي هي كتير شاملة بتكون واسعة، وقدم الطلب ونطر من الجواب بطريقة يا من خلال الموبايل منتواصل معه أو البريد الإلكتروني إذا كان. بس هو بس في كل التفاصيل ضمن هيدا التطبيق طبعاً، حتى التكلفة كامل. المادية اللي يكون أنا عندي. هون بدي أقلك هون يعني الجزء التاني، هي جزء الأهم. الخيار الثاني اليوم وقت في بمنتجات التأمين في نوعين، في نوع بتكون كتير تغطيته شاملة، فأنا الإجابة اللي بجاوبني عليها عن حالته الصحية بيكون لها انعكاس إما على الخدمة أو على السعر. وفي عندنا منتجات تأمينية بتكون التغطية تبعيتها محدودة، فنحن ما منتطلب كتير تفصيل من المؤمن، نطلب الحد الأدنى من المعلومات إن كان الشخصية أو المعلومات الصحية. بهالمحل هون بيدخل على شراء تأمين، بيطلع له قائمة كمان، بيختار التأمين الصحي أوكي، بيختار التأمين الفردي مثلا، هون عمل طلع أرى التفصيل تبعيته، أرى عبى الطلب مع عمره مع كل المعلومات فيه، عمل تأكيد، عم طلع له القيمة المالية المتوجبة للدفع، عم بطل فهو عرف. لا صدقيني الأسعار اليوم كتير مدروسة وكتير بسيطة، وهي ما بتتجاوز كلفة أي حالة واحد بيتعرض عليها. إذا راح لعند طبيب وطلب منه الحد الأدنى من التحاليل مع وصفة دوائية بسيطة، عم بتكون هي قيمة وثيقة التأمين. نتمنى يعني الصحة للجميع. يعني فيهم كل الناس يشتركوا بالتأمين. طبعاً. وهلأ هون مثلاً بيقدر يرجع إذا بناحية الخدمة بده يتواصل معنا، بيعمل اتصال معنا. حتى تمام. التحاليل فيها يعني شبكة، في شبكة معكم طبعاً. يعني طبعاً. للتحاليل تمام توصلوا لهم بخلال استفسار أو شكوى، بيبعتنا هو ضمن قائمة الاستفسار، بيختار من خلال البريد الإلكتروني، بيبعتنا معلوماته رقمه التأميني والجهة اللي بده يراجعها أو الحالة المرضية اللي هو فيها، وين عنوان اللي بفضل إنه هو يراجع فيه. تمام. يمكن عم نحاول نسأل دمج كثير من الناس كمان شو اللي بيقدمه التطبيق غير هيك، اذا بيخطر ببالك اي هلأ شيء بيخطر ممكن نضيفه. كمان اليوم بجزء من التأمين الصحي تأمين المسافر. اليوم كل الدول عم تطلب تأمين مسافر بغطي إصابة كورونا او الامور المرتبطة بكورونا كمان بالضبط. فضمنا في تأمين مسافر نحن عم نصدره بالتعاون مع شركات التأمين اللي هن طبعا حاملين الخطر وهن الجهة المصدرة الأساسية. تمام. عم نصدر هالوثيقة التأمين المقبولة بتكون لكل دول العالم من قبل من شركات تأمين سورية بالتعاون مع طبعا شركات تأمين برا بحدود مالية جدا عالية. يعني هي للأمانة شباب تأمين الأسنان كمان بيتضمن التأمين الصحي؟ نحن تأمين الأسنان ما بيتقدم إلا بالمجموعات. يعني وقت بيكون جروبات هو اللي بينعطاها تغطية أسنان. للأفراد إذا بدنا نقدمه وفق الأصول فلازم يعمل له فحص للمؤمن
قبل بداية التأمين وتحدد شو الحالة السنية عنده، بعدين بنقول نحن بنقدر نعطي. تمام بس دكتور. على المجموعات بنعتمد على الاحتمالية. دكتور في بصير أوفرات خلال سنة التأمين؟ طبعا. بصير في مضاعفات أيضا صحية عند الناس، فينا نحن كمان يعني تقصدي أوفرات كعروض نحن بنقدمها؟ أوفرات كعروض، وأيضا إذا صار في مضاعفات عند صحية عند الأشخاص فيه يعدل على الأبليكيشن أو على الداتا اللي عندكم ياها. لا هلأ وضمن الأوفرات بتشمله أوفرات ولا لا؟ تمام. هلأ العروض هي دائمة، يعني نحن كل فترة عم ننزل من خلال الأبليكيشن عم ننزل عرض على أحد منتجات التأمين، فهي دائما كان بالناحيه التغطيات ولا ان كان بالتكاليف. يعني نحن بنقدم نوعين من العرض، بنقدم اليوم ان نحن عم نقدم تغطيات اضافيه هي مانا مشموله، واحيانا بنقدم انه اليوم عم نقدم بخصم اقل مالي من العروض الثانيه. اليوم بيقدر المؤمن يعدل بالسنه الثانيه، يعني عقد التامين متى ما انطلق ما بنقدر نعدل بالشروط تبعيته. لا اذا بدنا نعدل بالشروط تبعيته فهو بعد انتهائه، لانه بالاساس هو تم بتوافق الطرفين، فلا شركه تامين بتتراجع عن التزاماتها في حال تغيرت ظروفها، ولا المؤمن بده يطلب امور ثانيه في حال تغيرت ظروفه. هي بالمعايير التامينيه هي هي المتبعه. يعني يمكن حاولنا خلال هالوقت القصير نستفسر على جميع الاسئله اللي كثير ممكن تخطر على بال الناس اللي عم يتابعونا، لانه مشكلة التأمين هي مشكلة كتير كبيرة، خصوصا تمام. بالظروف الاقتصادية والصعبة اللي عم نمر فيها. بدنا نشكرك الدكتور رامي خوري على وجودك معنا، ونتمنى يا رب الصحة للجميع، ما حدا أمين. يحتاج أبدا دكتور. نتمنى من الكل لك. يحملوا التطبيق، التطبيق اسمه KIB أو خوري للوساطة التأمينية، موجود على جوجل بلاي وعلى الأبل ستور، وتفاعلوا معنا وجربونا، وإن شاء الله بتكون إذا حدا عنده انطباع سلبي عن التأمين بنقدر نحسن له الصورة إن شاء الله. إن شاء الله أكيد. شكرا لك دكتور رامي خوري، ميرسي كثير لك.